تعليم أسوان تبحث مع مستثمري الطاقة الشمسية تنفيذ عدد من البرامج لدعم العملية التعليمية. بحث المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان مع المهندس حسام سلطان المدير التنفيذي لجمعية مستثمري الطاقة الشمسية لتنمية المجتمع ببنبان أوجه التعاون المشترك لتنفيذ عدد من المبادرات والبرامج التنموية للمدارس الواقعة في نطاق قرى غرب النيل. وتناول اللقاء كيفية تنفيذ المبادرة البيئية التي تقدمها الجمعية لتشجير المدارس واختيار 50 طالبا من الطلاب المتميزين للتدريب العملي بمشروع زراعة الأسطح مع بداية الفصل الدراسي الثاني. كما تم بحث عدة مقترحات لدعم الطلاب من خلال توفير برامج لتنمية المهارات والمعارف، ومنها برنامج لتنمية مهارات الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي وطلاب مدرسة الطاقة الشمسية ببنبان، بجانب الاهتمام بالطلاب ذوي الهمم.